كل فترة كده بنحب نلتقي بضيفنا الكريم عشان نربط شوية حاجات كده ببعضها، شوية دول وشوية مواقف، شوية حركات بعمليات إرهابية، مواقف خارجية ومواقف داخلية. المشهد كبير جدا ومتسع جدا وأطرافه كثر. فضيفنا الكريم كل فترة كده بنقعد معه قعدة عشان نشوف قد ايه الاطراف دي متشابكه وايه علاقتها ببعض، ايه السيناريوهات المتوقعه خلال الفتره القادمه. اللي هو دكتور مصطفى كامل، استاذ بكليه او استاذ بجامعه بورسعيد والخبير السياسي، مش هقول الامني عشان في كتير دلوقتي بقوا خبراء امنيين، فخلينا نقول الخبير السياسي والاستراتيجي. سياده اللواء، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. الحقيقه النهارده في اكتر من حاجه بتحصل في نفس الوقت. ايوه، النهارده بنشوف المملكة العربية السعودية على وشك حسب آخر المعلومات اللي عندنا من إغلاق مقر قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت بنتكلم على إن مش هيبقى في تعاون ما بين إعلاميين سعوديين. بنتكلم على إن حماس النهارده طلعت تصريحات غريبة شوية ومستهجنة شوية، بتتكلم على تطوير منظومة صاروخية وإن اللي هيقف قدامه هتضربه على إيده وإن اللي يعني هيبقى مخالف ليها هيبقى من الظالمين. المملكة العربية السعودية في نفس الوقت بتعلن جماعة حماس جماعة إرهابية. إرهابية. قطر كلام طالع من هناك إن إحنا عايزين نتناقش وعايزين نتحاور وعايزين يبقى في كلام بيننا وبين بعض، وبتطلع بعض الناس من جماعة الإخوان خارج قطر دلوقتي بتوديهم على تركيا الحضن الأوسع عند رجب طيب أردوغان. ناخدها واحدة واحدة بقى ست اللي هو كده. هذه المنظومة المتشابكة، ما يحدث في حماس وما يحدث في قطر، المملكة العربية السعودية وقراراتها القوية الأخيرة، دول العربية الأخرى، كويت، اللي عايزين نفهم برضو دورها. نبدأ الأول بآخر حاجة حصلت، تصريحات حماس. تصريحات حماس عشان نقدر نحللها بصوره يعني يكون فيها يعني نقطه انطلاق سليمه للوصول للافكار والتفاعلات اللي بتحصل. حماس هي جزء اصيل من جماعه الاخوان المسلمين في مصر. عاوزين نرجع لشويه يمكن في قبل 30 يونيو، وعاوزين نشوف الاتفاق التاريخي الذي حدث بين حماس وبين إسرائيل لتوفير الاستقرار طويل الأمد لإسرائيل. هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية كانت تحت الإشراف المباشر والرعاية المباشرة لرئيس مصر السابق مباشرة. عاوزين نشوف أن أنت الحملة المكبرة جدا للقوات المسلحة المصرية في سيناء، واللي استهدفت اساسا الانفاق تحت الارض. يعني انا اتصور حسب اخر معلومه عندي ان تم تدمير 1350 نفق. يعني شوف انت هذا الرقم ده يدلل على ايه؟ يدلل على انك انت النهارده حماس فقدت اشياء كثيره جدا. فقدت تمويلها الاقتصادي، ان انت بتاخد حوالي 20% من دخول او خروج اي بضائع من هذه الانفاق، 20%، يعني في حدود يمكن 700 مليار دولار في السنه. حماس فقدت اهم شيء عندها وهي تقديم الخدمات اللوجستيه للجماعات التكفيريه والجهاديه التي تعمل ضد القوات المسلحه المصريه بقفل هذه الانفاق. لا تستطيع انك انت اهم شيء انك انت توفره لهذه الجماعات هي الملاذ الامن بعد ذلك. يعني الراجل ده او الجماعه الارهابيه بتظهر فجاه بتضرب وبتنفذ عمليتها، ولابد انها تلجا الى مخبأ ثم تلجا الى ملاذ امن عشان تجدد نشاطها او تجدد تمويلها او الاخر. فكل شيء يعني حماس فقدته تقريبا سواء سياسيا او اقتصاديا او امنيا او لاخره امام الحمله الكبيره جدا. وانا بقول ان لابد ان احنا نشير الى تصريح المشير السيسي ان احنا عاوزين نشوف سيناء خاليه من الارهاب قبل 30 يونيو.
معنى هذا الكلام ان القوات المسلحه المصريه ماضيه لا شك ولا ريب عازمه على التنفيذ بالضروره. وبالتالي مش يعني مش عاوز اقول يعني مش عاوز اكون خطاء او عياب في اي حد حتى لو حماس يعني انما اقول والقول للحق لله سبحانه وتعالى ان الكلام معلوش جمارك يعني هي بتطور يعني منظومتها الصاروخيه ضد من؟ ضد مصر؟ ام ضد يعني انا بستغرب يعني يمكن خلال الاسبوعين اللي فاتوا حصل غارتين اسرائيليتين على قطاع غزه. فين المنظومه الصاروخيه بقى في بيت ازاء هذا الامر؟ في بيت حنين. اعتقد ان كان من الاولى ان احنا كنا نشوف يعني حزب الله بقياده حسن نصر الله او حماس بقياده خالد منشعد او الساده القياديين لحماس. اعتقد كانوا وجهوا هذه المنظومه لاسرائيل حتى لو مره حتى لو في الهواء حتى لو فرقعه. اعتقد ان احنا امام مشهد مسيء. اعتقد ان هو يخالف شريعتنا الاسلاميه، يخالف اي دين، بالعكس يعني يخالف اي حاجه. انك انت النهارده بتوجه كل شكلك كان مصر هي التي تحاصر غزه. مصر يعني ليها منفذ واحد اللي هو المنفذ رفع البري، وفي 6 منافذ اخرى لابد ان انت عاوز تفك الحصار، فك الحصار في 6 منافذ. لكن يعني مش بالضروره ده، وبالرغم يعني عناصر حماس بتحمي هذه المنافذ في الحقيقه. يعني وبتمنع دخول اي عنصر او محاوله اي مواطن فلسطيني من القرب حتى من هذه المنافذ بعيده عن ضمن إسرائيل. الاتفاق طويل الامد لاحداث الاستقرار اللازم لاسرائيل. هو ده كان اللي هو كان تحت الاشراف المباشر للتنظيم الدولي للجماعه الارهابيه وبامضاء رئيس السابق لمصر للاسف الشديد. ده موقف حماس. موقف قطر انا اتصور ان يعني انا بعتبرها هي الممول الرئيسي لكل الحركات المناهضه للدول العربيه. طيب استاذن حضرتك قبل ما يعني نروح للموقف القطري، علاقه بحركه حماس او بالعلاقه بحركه حماس، الموقف الاخير من المملكه العربيه السعوديه ازاء الحركه وتصنيفها ضمن الجماعات الارهابيه هي وحزب الله وداعش وجبهه النصره وغيرها، يعني هذا التصنيف من قبل المملكه اين وضع حركه حماس؟ هو حركه حماس بالتبعيه طالما ان السعوديه صنفت جماعات الاخوان المسلمين كجماعه ارهابيه بالضروره حماس تكون بتبعيه، لكن الجديد داعش على جبهة النصرة على حزب الله كلامنا كله. انا اتصور يعني هذا القرار قرار اعتقد انه هو حكيم جدا لسبب بسيط. لو انت تتذكر شويه ان كل الاجتماعات بدلا ما كانت تكون في تركيا، كل جماعات الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي كانت بتتم على ارض السعوديه في خلال يعني استغلالا لما يسمى بالعمره او بالحجه او بالاخر. فالنهارده انت وقديما المملكه العربيه السعوديه اوت العديد من عناصر الجماعه يعني بالزبط. بدعوى الظلم اللي كانوا بيتعرضوا له في مصر بالظبط. فالنهارده انت منعت هذه الجماعه وانصار هذه الجماعه من دخول السعوديه حتى لو كان ذلك صحيح. على سبيل العمره والحج، وهذا خساره كبيره جدا طبعا. لهذه الجماعه وتقليص لجهودها وتقليص وانا في اعتقادي ان التنظيم الدولي قارب او اوشك على انه خلاص يعني ما يعني اعتقد التفكك، لان انت النهارده معظم الدول العربيه حوالي في 26 دوله بتحضر الاخوان المسلمين والجامعات الارهابيه والاخرى. لكن الاهم اما نشوف السعوديه وهنشوف كمان يعني الامارات والبحرين، لكن انت ما لا يعني مش عاوز نجيب الكويت في 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 جمله مفيده باكثر من انك انت على اخر هذا الشهر في المؤتمر القمه العربي في الكويت، ومن غير المقبول ان يعني يكون يعني هناك تاخذ موقف معين قبل هذه القمه، والى جانب ان احنا يعني جايز هذه الدول الثلاثه او المجلس الخليجي مجلس التعاون الخليجي سايب الباب موارب شويه. رأى على تقوم أساس الكويت بدور ما في الفتره القادمه؟ ولا اعتقد، لان قطر لا تعتقد ان ده ممكن يحصل؟ لا 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 صعب يحصل. بالنسبه لان انت قطر لا يعني يعني قرارها مش من راسها مش من عندها يعني هي مرتبطه بالولايات المتحده ومرتبطه بالغرب، بل بالعكس انا بقول ان الولايات المتحده مسيطره بل تحتل
دولة قطر نفسها تحتل قطر. طبعا يعني انت عندك القاعدتين الكبار قوي، قاعدة السيدية وقاعدة العديد. انا يعني فيها يعني قاعدة السيدية تستطيع ان هي تكون قاعدة صناعية للأسلحة الأمريكية التي تذهب مباشرة الى اسرائيل. يعني هي بتنتج الطيارة F-16C في هذه القاعدة، بتعمل الصيانات لهذه الطائرات، تعمل صيانات للدبابات الاموان X-1. يعني هي قاعدة فيها حوالي 8000. بمناسبة القواعد العسكرية الامريكية، هي مصر فيها قاعدة عسكرية امريكية ست اللي هو؟ مصر تتشرف بانها لم تأوي اي قاعدة امريكية حتى الان، ولا غير امريكية، ولا غير امريكية. طيب ايه اللي يخلي دكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والاجتماعية يقول ان مصر فيها قاعدة عسكرية امريكية في البحر الاحمر؟ ايه اللي يخليه يقول يعني ده؟ أنا وايه اللي يخليه يقوله دلوقتي كمان؟ خلينا نربط ده ان ده التصريحات دي حصلت بعد لقاء مع الشيخة موزة. السبب ايه يعني؟ مجرد سؤال يعني، مجرد استفسار والله، يعني ملوش اي غرض يعني. يعني طبعا كل الاحترام والتقدير لكل الناس، دكتور سعد الدين طبعا، لكن اتصور ان اتصور ذلك يعني ان هو يعني بعيد تماما عن يعني ما اعرفش هدفه ايه بالظبط. كون انه يقول كمان ده بعد هذا اللقاء مع السيدة موزة او الاميرة موزة او الملكة موزة زي ما احنا عاوزين نسميها يعني، انا اعتقد ان احنا في حلف ان احنا نحدث التصديق اللازم لهذا التصريح. يعني مع احترامي الشديد دي يعني انا ما لا يوجد اي قواعد على الاطلاق على ارض مصر سواء امريكية او غير امريكية. طيب اسمح لي حضرتك، احنا معنا بس خبر عاجل. قوات امن المنوفية تلقي القبض على المتهم الرئيسي بتفجير سينما رادوبيس بالهرم، بحوزته كمان ثلاث بنادق آلية. احنا معانا اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. سيادة اللواء يعني هذا المتهم قام بتفجير سينما رادوبيس، تفاصيل الخبر اكيد عند حضرتك، يعني كيف تم الوصول اليه، كيف تتبعتوه، ويعني هل ارشد على غيره ام لا؟ هو كان سيادتك ده اصلا عربان متخفي هنا في وسنا، في مركز وسنا سيادتك. وردت معلومات لاداره البحث وللامن العام وللامن الوطني. قامت ماموريه سيادتك من الثلاث جهات بالتنسيق مع الامن المركزي بعد استصدار اذن النيابه العامه، وبمفاجاه الشقه بتاعته يعني تم ضبطه وبحصد ثلاث اسلحه الي وسلاح خرطوش. وتولت النيابه التحقيق حاليا سيادتك وبتحقق معه. كان لوحده يا فندم؟ بمفرده. هل يعني ابدا اي مقاومه لقوات الامن؟ طبعا بالفعل اطلق عيار ناري على قوات الامن وتم التعامل والتبادل اطلاق النار معه. هل حصل اي اصابات في صفوف قوات الامن؟ لا الحمد لله مش اي حاجه، ولا مصاب في دراعه فقط. والمتهم لم يصاب؟ لا، مصاب في دراعه اليمين، في ذراعه الايمن. طيب التحقيقات الان بتجري في النيابه. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفي. طيب انا هعود مرة اخرى يعني سريعا قبل ما انتقل من هذه النقطة، وسؤالي هكرره مرة تانية بكل يعني بساطة. تصريح زي ده في وقت زي ده ليه يا سيادة اللواء؟ انا اعتقد عارف النهاردة انت هذه التصريحات، انا ما بشككش في نوايا اي حد، بس يعني انا انما هو انا بنسمع حاجة بنبقى عايزين نستبصر نفهم بس. احداث الارباك العام لمؤسسات الدولة، يعني أنا يعني امبارح على وجه الخصوص عشان برضه ما ننتهي، هتلاقي مثلا إنه أثناء المظاهرة اللي هي موجودة بتاعة الإخوان المسلمين تم الاعتداء على دولة على سفارة أوغندا. لماذا؟ هو ده سؤال. قد يعني يبدو للبعض إنها بالعكس هو ده إرباك للمؤسسة بمؤسسة وزارة الخارجية بتاعتنا على أساس إحداث شيء شاملين يحموا. لا مش حكاية مش عاوزين بس يحمي، لأنك أنت بتعمل يعني تسويق العلاقة الدولية بين مصر وأوغندا باعتبارها أحد دول منابع النيل، اللي هي ماضية مثلا على الاتفاقية الإطارية للتوزيع العادل لمياه النيل، وبالتالي أنت بتخلي الجاب أو الثغرة واسعة ما بين مصر بتوسع باستمرار. مش عارف ليه بفهمها بشكل مختلف يا سيادة اللواء. أنا بشوف إن حاجة زي كده لا تتهم فيها الدولة المصرية، ده بالعكس دي إساءة أكثر وأكثر لجماعة الإخوان وأنصارها
وفتح لممارساتهم في الشارع. بالظبط. انا بشوفها بالشق او يعني بالجانب المختلف. انت بتشوفها كواحد بتفكر تفكير منطقي عقلاني. هؤلاء الناس لا يفكرون بهذا بالمنطق. التفكير المنطقي او بالعكس، هو بيفكر في يعني كيفيه ايذاء او الاضرار بمؤسسات الدوله المصريه. طيب. فقط لا غير. سؤالي الثاني لحضرتك، يعني هل يعني اعطاء معلومات او اعطاء تصريحات خاصه بالسياده المصريه وبالسياده الوطنيه المصريه ولها علاقه بالامن المصري والقوم الامن القومي المصري، معلومات غير حقيقيه او خاطئه في القانون دي ملهاش اي محاسبه ولا انا فعلت خالص؟ لا بالعكس. يعني انا دلوقتي لو انا هيثم كده طلعت على الهوا وقلت يا جماعه روسيا عامله قاعده امريكيه في مصر في اسوان، او امريكا عامله قاعده عسكريه في اسكندريه وفيها كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدش يجيبني يقول لي انت ازاي بتقول الكلام ده. لا يعني بالعكس، ده سؤال اهو. يعني لو انا طلعت قلت على الهوا الكلام ده دلوقتي، والكلام ده طبعا غير صحيح على الاطلاق. ايوه. وانا طلعت قلت على الهوا. ايوه. اتساب كده؟ لا بالعكس، المفترض ان في محاسبه، وانا في اعتقاد انها تدخل ضمن يعني خيانه يعني الخيانه للوطن يعني يعني انت يعني بتسيء او بتخلي ان كل الناس اللي هي موجوده، ان في قاده امريكيه في دوله مصر والجميع بينكر. يعني لما قررت يعني اللي هتقول يعني ان مفيش الكلام ده، لما يعني الرئاسه تقول مفيش الكلام ده، يعني وانا اطلع اقول عكسه، يبقى انا المفروض يعني بصدر للناس فكره ايه؟ ان يعني المؤسسات دي بتكذب؟ برضو انا مش عاوز للدكتور سعد الدين، اعتقد ان هو ليه احترامه الكامل، لكن لا تنسى ان هو المنسق العام للاتصالات اللي حصلت مثلا بين جماعه الاخوان او تنظيم الدوله لجماعه الاخوان والولايات المتحده الامريكيه. هو اللي قدمهم ليهم. مش كده ولا ايه؟ وهم الحقيقه جماعه الاخوان المسلمين نجحت نجاح باهر جدا في تقديم نفسها للولايات المتحده كبديل مثالي لنظام مبارك. وبالتالي انت النهارده عندما تورطت الولايات المتحده مع هذه الجماعه النهارده، هتلاقي في تناقض واختلاف معايير ضخم جدا في مع الولايات المتحده. يعني الاحداث اللي هي حاصله النهارده في القرم وفي اوكرانيا هي شبيهه بما حدث في مصر. تصنف احداث 30 يونيو ومن بعدها على انه انقلاب عسكري وعلى انه ضد الشرعيه، في نفس اللحظه اللي هي نفس الكلام ان الثوره قامت في 30 يونيو و 3 يوليو والى اخره، نفس الحدث حدث في اوكرانيا مؤيده لي وبكل قوه كثوره يعني شعبيه، يعني تعادي روسيا عداء يصل الى درجه المواجهه. ما هو يعني انا اتصور ان الهدف المرحلي للولايات المتحده النهارده لان ان هي تعمل اشغال ضخم جدا، تنقل الصراع والتنافس اللي موجود في الشرق الاوسط الكبير الى اوكرانيا، الى ارض روسيا نفسها. صحيح. الى اقرب ما يكون لروسيا. وبالتالي اتصور ايضا الهدف المرحلي للولايات المتحده وحلفائها في الغرب ان هي تعمل تفكيك للوريث الطبيعي للقوه السوفيتيه العظمى. طيب. روسيا. طيب سيادة اللواء، احنا كنا بنتكلم على تصريحات حماس الأخيرة، بس في الحقيقة احنا ما ذكرناش ان في حالة تخطي مواقف الحمساوية لنطاق التصريحات تعدها الى اكثر من ذلك، ما سألتش حضرتك ساعتها يعني موقف الدولة المصرية ممكن يبقى عامل ازاي؟ يعني اعتقد ان موقف الدولة المصرية يبقى عنيف جدا، اتصور هذا، لان ده هيبقى اعتداء. لو يعني حاولت او فكرت انها تخرج بره الحدود، انا في اعتقادي ان يعني لابد ان يكون هناك موقفا اخر ضد هذا التجاوز الكبير جدا، لان ده اختراق للامن القومي المصري من اتجاه الشارع، وبالتالي لابد ان انت تتعامل معاه بكل الحسم، ومش عاوز اقول اكتر من كده يعني، لان حتى برضه الواحد لابد ان احنا نحافظ على يعني العلاقة الأخوية الكبيرة جدا اللي بيننا وبين الشعب الفلسطيني وليس بيننا وبين حماس. طيب احنا معنا خبر عاجل، قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابي على قافلة أمنية في سيناء، يعني هل لسه الاشتباكات موجودة ولا لا؟ معنا الأستاذ عبد الحليم سالم رئيس قسم المحافظات في اليوم السابع والمتخصص في الشأن السيناوي. استاذ عبد الحليم اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ هيثم. طمنا على الاوضاع هناك.
يعني نستطيع أن نقول أن القوات المسلحة من خلال الفترة الماضية يعني نجحت في تغيير الاستراتيجية الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتأمين قوافل الجنود. يعني نحن نعلم أن هناك أكثر من قافلة جنود تعرضت لإطلاق نار وتعرضت لإصابات ولعبوات ناسفة. هذه المرة بالفعل تمكنت قوات الأمن من التصدي إلى محاولة إرهابية لاستهداف قافلة جنود على الطريق الدولي العريش رفح في النطاق الإداري لمركز الشيخ زويد، حيث أطلق مسلحون يستقلون السيارات دفع رباعي الأعيرة النارية بكثافة في اتجاهها، إلا أنه كانت القافلة يعني تدعمها عدد من المدرعات، حوالي 4 مدرعات تمكنت من إطلاق النار ومن استهداف هذه السيارات التي لازت بالفرار. يعني نحن نتحدث عن مدى إطلاق نار يزيد عن 2 كيلومتر ما بين الطريق الدولي وما بين الطريق الجبلي. هذا ليس ببعيد عن الحادث أمس، حيث حاولت أيضا مثل هذه الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية استهداف ارتكاز أمني أيضا بالشيخ زويد، وأطلقت أعيرة نارية ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وبين هذه العناصر التي بالفعل يعني نستطيع أن نقول أنها قاد قوسين أو أدنى من الانتهاء. طيب أستاذ عبد الحليم، خليني أسألك، هل حصل أي إصابات في صفوف جنودنا في صفوف قواتنا النهاردة ولا لا؟ حتى هذه اللحظة لم ترد إصابات مؤكدة، يعني المصادر الأمنية لم تؤكد وجود أي إصابات. أيضا المستشفيات في شمال سيناء يعني في اللحظة التي أتحدث إليك فيها لم تتلقى أي مصابين. هل تم قبض على أي من العناصر الإرهابية اللي قامت بالهجوم؟ قبض على أي منهم، ولكن هناك طائرة أباتشي يعني حاليا في الجو تلاحقان السيارات التي أطلقت. يعني القوات المدعمة للقافلة قامت بصد هذا الهجوم الإرهابي وأجبرتهم على الفرار دون وقوع إصابات. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحليم سالم، رئيس قسم المحافظات في اليوم السابع والمتخصص في الشأن السيناوي. الحقيقة لا كنت أتمنى أن هم بس ما يجبرهمش على أن هم يلوموا. لو تتذكر في اللقاء السابق مع حضرتك احنا تحدثنا على أسلوب حماية القوافل. صحيح، وده بدأ يحصل. ونفس الكلام ده أنا في اعتقادي أن هي بداية طيبة. لا صحيح. وفي اعتقادي النهارده خلوهم يلوزوا بالفرار، المرة الجاية إن شاء الله يتم القبض. أكيد يعني. عليهم أكيد. جميعا يتقبض عليهم بقى، ما يصابوا يحصل لهم اللي يحصل لهم، المهم أن ما فيش حد من قواتنا ومن جنودنا يحصل له حاجة. كنا بنتكلم على موقف قطر، موقف المملكة العربية السعودية. قطر بعد إبعادها عدد من جماعة الإخوان، قيادات جماعة الإخوان إلى تركيا، وحديث الشيخة موزة عن يعني الحوار وغيره في مصر إذا دعيت إلى التواجد داخل مصر، لكن اسمح لي حضرتك الإجابة تكون بعد ما ناخد زميلتنا ياسمين فرج من أمام جامعة القاهرة. نطمن على النهاردة اليوم أخباره إيه الطلاب رجعت النهاردة. اتفضلي ياسمين. جامعة القاهرة في اليوم الثالث للدراسة من الفصل الدراسي الثاني، الوضع اليوم باختلاف أمس كان الوضع هادئ تماما، جميع الكليات منتظمة، المحاضرات انعقدت في موعدها، نسبة الحضور طبيعية تماما برغم بعض دعوات الإضراب عن الدراسة التي أطلقتها بعض الكليات مثل كليات الصيدلة وغيرها. حركة طلاب ضد الانقلاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والداعي الرئيسي للتظاهرات داخل الجامعة لم يعلنوا عن تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات سياسية داخل الجامعة أو خارجها اليوم، وبالفعل خلت تماما محيط الجامعة من أي تظاهرات أو فعاليات سياسية. كذلك طلاب مدرسة السعدية الملاصقة للجامعة والتي قام عدد من طلابها بالتظاهر أمس وإثارة بعض أعمال الشغب انتهى اليوم الدراسي بها وانصرف معظم الطلبة من محيط الجامعة. أما عن الإجراءات الأمنية والشرطية بالجامعة، الأمن الإداري الموجود على بوابات الجامعة يقوم بالتحقق من كرنيهات الطلبة الداخلين إلى الجامعة، كذلك يقوم بالتفتيش في الحقائب. أما عن القوات التابعة لوزارة الداخلية فهم متواجدون فقط في ميدان النهضة وكذلك أمام المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، وغابوا تماما عن شارع الجامعة وأمام البوابات الرئيسية لجامعة القاهرة. الأمور بشكل عام تسير بشكل طبيعي، حركة المرور طبيعية تماما، فقط بعض التكدس المروري نتيجة خروج بعض الطلاب من الجامعة، لكن على ذلك الأمور تسير بشكل طبيعي تماما. كان هذا كل ما لدينا حتى الآن هيثم، سوف نطلعكم بما يستجد إلينا في خدمة إخبارية لاحقة. شكرا لك هيثم وعودة إلى الاستوديو. شكرا زميلتنا ياسمين فرج، وفي الحقيقة بشكر كمان كل المراسلين اللي كانوا موجودين معنا النهاردة وفي كل يوم بيقوموا بمجهود كبير جدا، بحييهم على
انتشارهم كمان في كل مكان في ربوع مصر المختلفة. عودة مرة أخرى لحضرتك سيادة اللواء. هو الحقيقة يمكن هذه التصريحات عاوزين نربطها الأول بتصريح في أعقاب سحب السفراء الثلاثة. كان الأمير تميم بيتكلم بيقول أن الخلاف بيننا وبين الدول الثلاثة أو دول مجلس التعاون الخليجي لا يرتبط بالشأن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإنما يرتبط بالشؤون الخارجية. هو يعني أعتقد أنه كان يشير إلى مصر، يعني حاجة مصر. حاجة طبيعية جدا، يعني إحنا مفيش، يعني مش زعلانين من بعضنا حاجة، بس مصر اللي مزعلة الدنيا. عاوز أذكر بأن بالخلية الإرهابية التي تم محاكمتها في الإمارات وحصل أنها يعني صاحبها أحكام قضائية مختلفة على الآخرين. أذكر أيضا بالإساءة البالغة اللي قدمها الشيخ يوسف القرداوي ضد الإمارات وضد الأخ وضد مصر على وجه الخصوص. أتصور أن قطر ما زالت تدعم جماعة الإخوان المسلمين دعما كاملا معنويا وماديا وإلى آخره. أتصور أيضا أن هناك خلافا بينها وبين السعودية فيما يختص بالحوثيين. الحوثيين النهاردة بتخترق الأمن القومي لليمن، ولكنها أيضا تخترق الأمن القومي السعودي، المملكة العربية السعودية، صحيح. فدي كلها إشكاليات ضخمة جدا. أنا في اعتقادي أن القطر استشعرت خطرا قادما داهما. هذا الخطر نحن نعلم يقينا أن قطر يعني تشكل نتوء داخل الخليج العربي، أو باعتبارها أنها تشكل شبه جزيرة وحدودها البرية مع السعودية، وبالتالي لا يوجد لها منفذ بري على الإطلاق إلا من خلال السعودية. فما الذي يمكن أن يتم إحداثه عندما تتحكم السعودية في هذا المدخل البري؟ لا يعني ما أعتقد أن كل اتصالاتها الخارجية ستكون إما عن طريق البحر أو جوا. وأنا في اعتقادي أن دي يعني بتكلفها حاجات كتير جدا. لأن في حد يا سيادة اللواء بيقول يعني قطر اللي بتمتلك فوائد مالية كبيرة جدا، صحيح، بيصل بها الأمر أنها بتقرض إدارات دول عظمى، يعني بتقرض الإدارة الأمريكية نفسها أموال كثيرة جدا، مليارات الدولارات استثمارات سواء في أمريكا أو في دول أوروبا المختلفة أو في آسيا أو غيره، لديها من الفائض ما يجعلها تسيطر على اقتصاديات دول بعينها. إيه اللي هيفرق معها يعني؟ السعودية زعلانة منها؟ لا، هو يعني احنا بس عاوزين برضو البحرين، الكويت، الأردن، و و و و عاوزين نتكلم في حاجة. في أولا اعتبار قطر هي أكبر دولة لها ناشونال جروس انكم، يعني دخل قومي كبير، أكبر حتى يمكن معدل المعدلات بتاعت الفرد حوالي 100,000 دولار للفرد في السنة، وده يعتبر أكبر. ورغم ده كمان في فائض بالظبط، عنده فائض كبير، يعني فلوسه. لكن في حاجة اسمها توازن المكانة. يعني إيه؟ عشان أقربها لك، هنلاقي ان مثلا المانيا بالرغم انها دوله عملاقه جدا انما تفتقر الى قواتها المسلحه، لا تستطيع ان هي تحت المظله. اليابان كلها يعني فتوازن مكان دوله، هي قطر دوله قزميه صغيره مع احترامي الكبير جدا لشعبها الطيب الاصيل العربي الاصيل، لكن انا اتصور ايضا انها بتبحث على توازن مكانتها داخل مجلس المجلس التعاون الخليجي وداخل الدول العربية، وبالتالي هي عاوزة تلعب دور. هذا الدور أنا في اعتقاد أنها لا يمكن أنها تلعبه على الإطلاق. ليه؟ الكتلة الحيوية بتاعتها فيها ضعف خطير جدا، يعني عدد السكان القطريين يعني بين المجنسين بتاعتهم اللي هي بتشكل حوالي 20% من قطر، لا تستوعب انها تقود تفاعلات الدول العربية او حتى تفاعلات دول المجلس الخليجي مجلس التعاون الخليجي. انا في اعتقادي ان يعني ده قفز على الدور السعودي في المجلس الدول الخليجي، وقفز ايضا على الدول الكبيرة او الدول العربية المركزية المحورية زي مصر، ولا يمكن انها تلعب هذا الدور على الاطلاق. ونفس الكلام انا في اعتقادي انها تحت الحمايه الامريكيه تنفذ كل ما يطلب منها لتنفيذ الاجنده الامريكيه
فيما يختص اساسا باعاده صياغه وتشكيل وهيكله الشرق الاوسط الكبير. وانا في اعتقادي انها مش بس يعني النهارده مش بتهرب الناس اللي عندها، لا دي انت بتديها جوازات سفر قطريه يعني كيف يعيشون الناس اللي هي رايحه دي تركيا او رايحه لندن، هيعيشوا ازاي الا تحت المظله الماديه القطريه. يعني مين هيعيش في فنادق مثلا في لندن او في حاجات زي كده؟ يعني ما اعتقدش. صعب جدا. فبالتالي انها بتعمل لهم الحمايه الماديه والحمايه المعنويه والحمايه الامنيه، لان برضه احنا مش عاوزين نبعد انجلترا عن انها راعيه لجماعه الاخوان المسلمين، يعني هي نشات في انجلترا وما زالت انجلترا تحميها للاسف الشديد. يعني على فكره هي مش بتحميها هي بس، هي اي حد يعني جماعه الاخوان وغيرها من الجماعات يعني. بالظبط. الا بقى لما امريكا تطلب منها مثلا انها تسلمها شخصيات معينه، انما مصر او اي لا دوله لا ما اعتقدش يعني. امريكا ماضيه في تنفيذ سياستها اللي ثوره 30 يونيو أجهضت كثير من احلامها هذا المشروع الحقيقة. الضخم جدا، بل اجهضت ايضا المشروعات القوميه للقوى الاقليميه في المنطقه العربيه زي ايران وزي تركيا وزي حتى اسرائيل لا تستطيع انها صحيح تنفذ المشروع القومي حتى الان يعني. خلينا ندخل بقى جوه مصر شويه، جوه الحدود المصريه شويه، ده كل ما يتعلق بمصر ولكن له علاقه باطراف خارجيه مصر. انا كنت في بدايه الحلقه النهارده بتكلم بقول ان احنا شايفين بوادر من هذه الحكومه، بوادر حركه في الشارع، تحركات، محاولات واجتهادات و رؤى وافكار، لكن ما اقدرش اقول او اسقف على تصرف ما لسه، ما نقدرش نعمل كده. احنا اتعلمنا من السنين اللي فاتت كتير قوي ان احنا نستنى وننتظر قبل ما نشيد او قبل ما يعني نعيب. راي حضرتك ايه في الموقف حاليا في مصر، اداء حكومه المهندس ابراهيم؟ يعني انا محلب اعرف حتى الان اعرف سياده المهندس ابراهيم محلب منذ سنوات كبيره او كتيره، والحقيقه يمكن هو هذا النهج اللي هو بينهجه رئيس الوزراء ابراهيم محلب هو النهج الطبيعي بتاعه. يعني اعرفه هو كان لسه ما حتى لم يتولى منصب رئيس مجلس اداره المقاولين العرب. نعم. تعرفه بقالك قد ايه؟ باعتباره محافظ يعني، او يعني انا قعدت حوالي هو. انا عايز استعين بقى بيك في باعتبارك تعرفه بقالك سنين يعني. طويله يعني. هو محلب ولا محلب؟ اعتقد محلب عشان الموضوع عربيا محلب يعني محلب. الناس كلها طلعت بعد ما رئيس وزراء قعدت تقول لك محلب، فاحنا اتلخبطنا يعني. يمكن يعني ما يمارسه الاخرون ما هي بتبقى قاعده يعني. يعني فانا هذا النهج اللي بينهجه ليس غريبا علي على الاطلاق. وبالتالي انا في اعتقادي الشخصي يعني انا لا استطيع ان انا اتحفظ على شيء من الحركه حتى الان. صحيح. حتى الان صحيح. يعني ما اعتقدش، وان كنت اتحفظ على ان هو احتفظ ب 20 او 21 وزير من وزارة السابقه، اتحفظ ايضا على انه شال او نحى طاهر ابو زيد يعني زي. انا اتصور هذا، لكن انا ليه بدايت ليه لما انا يعني اتصور ان كان غير وزير يعني اذا كان سياده الرئيس الوزراء بيحارب الفساد، انا في اعتقادي الشخصي ان كان ايضا طاهر ابو زيد بيحارب الفساد. واعتقد ان يمكن التمثيليه كان اقوى منه مثلا، التمثيليه الكبيره جدا اللي حصلت في عشان ايقاف النشاط الرياضي في مصر وخاصه اللجنه الاولمبيه وغيره، ما اعتقدش انها بتتحل في ثانيه. واللجنه الاولمبيه الدوليه يعني بتقول لك يلا مع السلامه، خلي يعني كل الانتخابات تتم في ميعادها. اعتقد ان ده كلام يعني لابد ان احنا نقول في ادبيات العلوم السياسيه، اذا توحدت الاهداف تؤدي الى التعاون. فكل الاطراف اللي هي كانت بتحارب طاهر ابو زيد اهدافها واحد، هو ازاحه طاهر ابو زيد. من اجل يعني ما احنا بنتكلم عن الفساد، اجل الفساد. وشايف انه خطا كبير أعتقد جدا اعتقد يعني هذا الكلام كابتن طاهر ابو زيد. لكن انا اتصور ان انا لا يوجد عندي تحفظ على اداء الحكومه النهارده. اتمنى لهم التوفيق، اتمنى ايضا ان هم يعتبروا نفسيهم نشيل بقى الفكره بتاعت ده حكومه انتقاليه او حكومه تسيير اعمال او حكومه، يعني حكومه لابد انها تعمل على يبقى ليها رؤيه استراتيجيه، ليها رساله
استراتيجية، ليها أهداف استراتيجية تستطيع أن تخطط، يستطيع القادم بعديها أن هو يستكمل. يعني كفاية بقى أن احنا نستقطع ونقف هنا ونبدأ، نقف هنا ونبدأ للضغوط.